السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل ايش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة التربية تزف بشرى سارة لشريحة المحاضرين. كشفت وزارة التربية عن كتاب ارسل من المالية يتعلق بتعديل رواتب المحاضرين. وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي ان رواتب المحاضرين ستستمر من دون توقف حتى مع انتهاء السنة المالية، واضاف ان كتابا ورد الينا من وزارة المالية يتضمن طلب ارسال رواتب المحاضرين مع احتساب فروقات الرواتب باحتساب الشهادات ليتم تضمينها في الموازنة العامة للعام 2022. ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم 23 من تشرين الثاني الماضي على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020 أو قبل ذلك التاريخ المذكورين بقرار مجلس الوزراء 130 لسنة 2021 بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 المعدل بالقرار 337 لسنة 2019 شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022.